السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. لالا مليكة مرحبا. ربي يخليك سيدي طول عمرك. يا مرحبا. يا سيدي بغيت تدعي لي مع وليدي الله يطول عمرك. عاد مات هاد الكورونا هاد الايام. الله اكبر، انا لله وانا اليه راجعون. يا سيدي بغيت نتلاقى بك الشريف. اييه. فين غادي نتلاقى بك الله يطول عمرك. وخر المرحبا، انا كنكون في الاذاعه يومين هنا في الدار البيضاء في شارع الزرق طوني. مرحبا بك لالا مليكه. اييه. مرحبا لالا. فين وقت باش نتلاقى بك الله يطول عمرك سيدي ربي. مرحبا لالا. هاكا في المساء كنكون في الاذاعه. وبالنهار كنكون في واحد الاداره قريبا من 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 الاذاعه، قريبا منها ان شاء الله تعالى. يا الف مرحبا لاله مليكه. يا الله يخليك سيدي ويطول عمرك ويرحم الوالده رحمه دائما. يا رحمن يا رحيم لاله، عظم الله اجركم. سيدي ما كرهناش نشوفوك وما كرهناش نتلاقاو بيك. بارك الله فيك. لاله مليكه احكي لنا كيفاش الوليد ديالك انتقل الى رحمه الله، كيفاش صارت الكورونا؟ الكورونا هذه كان عيان جات دغيا. الله. وكان هو عنده شي مرض سكري ولا؟ اي كان عنده وليدي، كان عنده سكر وكان عنده. لا اله الا الله. لاله مليكه كي دازت مراسم الدفن واش درتوا الجنازه واش تلقيتوا العزاء ولا؟ لا والو سيدي، داوه لي من تما داوه. من السبيطار داوه المقبره. اييه المقبره ما جابوليش للدار. الله الله الله، خرج ولم يعد. لا اله الا الله. الله يطول عمرك. لا اله الا الله. ما كرهتش نشوفك الشريف، والله ما كرهتش. مرحبا لاله مليكه، الله يطول عمرك ويحفظك ويرعاك لاله. يخليك سيدي ربي ويخليك مطرازي ويخليك وليداتك ويطول ربي عمرك. بارك الله فيك لاله مليكه، عظم الله اجركم لاله، عظم الله اجركم. ربي يخليك سيدي ربي يطول عمرك. خلى لك فراغ كبير لاله مليكه، خلى لك فراغ كبير. اي سيدي اي. لا اله الا الله. بغيت تدوي مع ولدي حتى هو تيجر له الزواج وما تيجرلوش وتبارك الله قاري ودارو مسدوده. الله الله الله. كل شيء عنده الحمد لله، ما تيجرلوش الزواج وبقيت حايره معاه. اه وخصك تشوف وليداتهم خصك تشوف الحفاده ديالك ويتربوا في عزك لاله مليكه. ربي يخليك سيدي ويطول عمرك. لا اله الا الله، حافظك الله مكا، شكرا لك لاله مليكه. لا ما كرهتش سيدي نتلاقى بك. مرحبا مرحبا لاله، مرحبا. احنا في الاذاعه ديال الزرقطوني في شارع الزرقطوني حدا في كيبيعوا الورد حدا موريزكو، راه تما كاينه الاذاعه كبيره. هي مرحبا. فانا وقت فانا وقت فاش اي وقت بالليل كيكون في المساء ويوم الجمعه بالنهار ان شاء الله، يوم الجمعه بالنهار باذن الله. نهار الجمعه تتكون هي في الصباح. هي لاله هي مرحبا. انا متبعك سيدي متبعك. الله يطول عمرك لاله. الله الدعوات ديالك ومتبعه معك الجمعه ومتبعه معك كل ليله. الله يحفظك لاله مليكه. قاعد يخليك بركه لامام سيدنا محمد. يا رحمن يا رحيم، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. هذه المراه هذه اللهم تعالى يعطيها الصبر ديال الانبياء وصبر المرسلين. كم هو شاق وصعب على الانسان ان يفتقد فلذة كبده. البلاء في الدنيا كثير. هناك من يصاب ببلاء في صحته أو في ضياع ماله أو ضياع وظيفته، أنواع وأشكال. لكن أخطر وأشق أنواع البلاء هو ضياع الولد، ضياع فلدة الكبد. هذه المرأة مسكينة ولدها كبرته واعتنت به على أمل يكون سندها، على أمل أنها من اللي تكبر تلقى هو في كتافها، ولكن من اللي سبقه هو ويمشي للقبر. لكم أن تتصوروا مقدار الحزن ومقدار المعاناة. لالا مليكة، أول حاجة عزاؤنا وعزاؤكم فيه واحد، نسأل الله تعالى أن يرزقكم صبر الأنبياء وصبر المرسلين وصبر الأولياء. وهذا الولد راه ذاك هو الأجال ديالو المقسوم، راه منذ كان جنين في بطنك يالله دوز 4 شهور الأولانية ربي عز وجل بعث له الملكان فنفخ فيه الروح وأمر بكتابة 4 كلمات منها أجله.
كتبوا أجله أنه سوف يموت يوم كذا، ساعة كذا، دقيقة كذا، بأداة كذا، في مكان كذا. داكشي مكتوب من عند الله، وحكم الله كيتنفذ. حتى واحد ما عنده القدرة أنه يؤخر أو يؤجل، ولو تجي بفريق طبي من أحسن دول العالم عنده تطور علمي مذهل لا يستطيع، لأن الأجل هو بيد الله. لكن ما يشفي الغليل للملكة أن ميت الكورونا يعتبر شهيد عند الرحمن، هو من الشهداء، لأنك تسمى المطعون، مات بالطاعون. قال صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمس، منهم الحريق، يعني من احترق بالنار أو عنده صدمة كهربائية، والغريق، من غرق في البحر أو في اليم أو في البئر، ومن سقط من علم، سقط من مرتفع جبل أو من عمارة، والمرأة عند الوضع، المرأة تكون كتولد وقع لها مشكل كبير في التنفس أو كذا وتوفيت، تعتبر شهيدة. والمطعون، من مات بالطاعون. والطاعون هو مرض ربنا سبحانه وتعالى كتبه على بني البشر منذ الأزل، حتى قال العلماء كل 100 سنة يظهر طاعون جديد. نحن ربنا صادفنا في هذا الزمن، وهو زمن الكورونا، ومرت طواعين في التاريخ. فمن مات بهذا الطاعون يعتبر بإذن الله تعالى شهيدا. والشهيد كما أخبر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحيطه المولى بمجموعة من الكرامات. أول كرامة أنه لا يشعر بخروج الروح إلا بوخز الإبرة، لأن الروح ملي كتخرج من القلب ومن الجسد فيها مشقة شديدة ومتعبة، سكرات الموت. لكن الشهيد لا يشعر إلا بوخز الإبرة، بحال شي واحد دقت الإبرة. ثم إن هذا المصاب بالكورونا يعتبر شهيد أنه لا يسأل في القبر، لأن القبر لابد أن يمر فيه الإنسان بالسؤال، والسؤال يكون شاق. لكن الذي هو شهيد لا يسأل، لأنه ضيف مكرم عند الرحمن. ثم إنه ينتقل من القبور إلى القصور، الله يطوي له الزمان ويطوي له المكان ويحل عينيه القاص ودخل الجنة، وخلقي ما بقى ما جاتش، ربي عز وجل يطوي له الزمان والمكان. ثم كيعطي الله تعالى دخول الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب، لأنه مر بظرفية صعبة في الوفاة. ثم الله تعالى كيزيد فضل آخر، كيعطيه الشفاعة لأهل بيته، قيل 70 من أهل بيته اللي هما زلت أقدامهم أو أنهم كانوا من أهل الوبار، فالله تعالى يعطيه الشفاعة ويدخلون الجنة برحمة الله وعزته. لالا ملكة، الله يرحم الولد ديالك، الله يسكنه فسيح الجنات هو وجميع أموات المسلمين. أما الولد الثاني اللي هو عنده الدار وخدام، نطلب الله تعالى يرفع عنه العكوسات والموانع. أحيانا يكون شاب في مثل هذا السن عنده عكوسات أو عنده موانع، وهذا شيء كثير في المجتمع. كتلقى شاب ربما في واحد نظرة جميلة وعنده الإمكانات وباغية هذه وباغية الخرى وباغية الخرى، هو ما بغاش، بغى الخرى اللي لهيه، فإذا بربما قد يصنع له عمل، وذاك العمل كيخليه وقف، كيخليه بلا زواج. الطريقة باش يزيل عنه هذا الأمر، لالا ملكة حاولي ما أمكنت تعنقي ولدك عناق قوي، لأن الأم بالعناق ديالها كتخلي الولد أنه يبطل إذا كان عنده سحر. حتى قال بعض الناس، هذا ماشي في الدين، هذا غير في العرف الاجتماعي، قالوا بأنه بحال كيلبس اللباس ديال أمه ويعاود يحيدو إلى عنده شي دفينة أو تحتية. هو كان مسحور من طرق فك السحر، أنك يأخذ ثوب ديال الأم ديالو كيلبسو وكيعاود يزولو، فلما يزيله يزيل عنه آثار السحر. هذا من الوسائل المعروفة في إبطال السحر. والله تعالى يفك لي القيود ديالو ويختار لي الزوجة الصالحة ويعطيه الذرية الطيبة ويسعد القلب ديالو بفضل الله وجود الله وكرم الله. آمين آمين يا أرحم الراحمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.